بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا شباب. احنا هنتكلم عن برنامج من برنامج الانالس او السيميوليشن، بس ده برنامج خاص بس بالروبوتكس، وبرنامج مهم جدا في بعض الناس بتستخدمه في ريسيرش بيبرز. بنستخدمه ان احنا نعمل سيميوليشن، نشوف التراجكتوري بتاع الروبوت، يعني المسار بتاع الاند افكتور بتاعه عامل ازاي، نقدر نجيب الترانسفورميشن ماتريكس بتاع الجوينتس كلها وبتاع الاند افكتور بالنسبه للبيز، نرسم الديسبلاسمنت فيلوسيتي اكسلريشن الفورسز، نقدر نرسم، وبالتالي احنا كده بنجيب الكايناماتيك انفرس والكايناماتيك فورورد الكامله بتاعه الروبوت. الميزه الاكتر ان هو سهل جدا في الاستخدام بتاعه. انا هبتدي معاكم من السيت اب من البدايه خالص. ده الفايل بتاعي نزلته عادي وموجود فري على جوجل. فهندخل كده على الدوت اك اكزي عادي، ونعمل دبل كليك عليها ونسطبه. التسطيب بتاعه مش بياخد وقت. خلاص الويندو بتاعت الروبوت انالايزر او الروبو انالايزر بتاعنا بتفتح. هنبتدي بقى بسرعه نقول الستبس بتاعته دي. كده الصفحه بتاعتنا اللي بنشتغل عليها. بص احنا بنبتدي دايما من الجزء ده اللي هو دي فيه روبوتس موجودة أصلا ديفولت عنده، يعني 2 ديجري. هتختار الأول الديجري فريدم بتاعتك. خلينا نبتدي بال 2 ديجري اللي هو موجود. ال 2 ديجري في بقى إيه؟ ال 2 ديجري في 2 بي، يعني اتنين بريزماتيك ولا اتنين ريفوليوت، ولا واحدة بريزماتيك واحدة ريفوليوت، فأنت بتختار برضو. خلينا في الروبوت اللي أوريدي موجود، هو دول اتنين المفروض هيبقوا ريفوليوت. يعني إحنا كل اللي بنعمله، يعني إحنا بنحدد الديجري فريدم بتاعنا، بعد كده بنروح ندخل ال دي اتش تيبل. خلاص يعني انا هرسم الدي اتش تيبل او نجيب الدي اتش تيبل بتاعي بره، بعد كده بندخله. بس ده اللي انا بعمله. بعد كده الخطوات بعد كده هو بيعملها اوتوماتيك وببساطه جدا وبسرعه جدا. يعني خلاص انا عندي الدي اتش تيبل بتاع الروبوت دوت. الروبوت ده 2 ديجري فريدم، اللينك ده الموف، خلاص بيحصل روتيشن حوالين المحور الرأسي، واللينك ده الاورنج ده بيعمل روتيشن برضه حوالين المحور الرأسي. اللون الازرق هو حاطط لي كوردينيتس كمان. اللون الازرق ده يعتبر محور زد بتاعنا، وده محور يعني الاخضر ده المفروض، الاحمر ده اكس، تمام، والاخضر العمود عليهم واي. فدي كمان الكوردينيتس بتاعت اللينك الاول والثاني. فاحنا دلوقتي تعال نبص هنا في الجنب. طبعا ده جوينت 1، في هنا حاجه اسمها اي اي كوردينيت اللي هي الاند فيكتور كوردينيت بالنسبه للاورجن. لو انا عملت له ابديت تمام، فدي كده الاي اي بتاعتي. لو انا جيت كده على اللينك بقى، لو انا عايز اجيب ترانسفورميشن ماتريكس بتاع اول لينك بالنسبه للبيز ونقول له ابديت، هيجيبها لي. طبعا ده روتيشن حوالين اكس، روتيشن حوالين واي، روتيشن حوالين زد، وترانسفورميشن ماتريكس. لو انا عايز اجيب الترانسفورميشن ماتريكس بتاع اللينك الثاني، خلاص هقول له ابديت. لو جينا هنا بقى الاناليسيس نفسه، عندنا اف كايناماتيك و اي كايناماتيك، يعني ده كايناماتيك فورورد وده كايناماتيك انفرس بتاعنا. طبعا احنا نتكلم بسرعه كده على الفورورد كايناماتكس. احنا لما بنديله خلاص الدي اتش تيبل بتاعنا، خلاص نقدر نجيب ترانسفورميشن ماتريسيز بتاعتنا كلها. نقدر من هنا لو انا قلت له بلاي فورورد، هيقدر يرسم لي تراجكتوري بتاع الايه الروبوت. خلاص طبعا التراجكتوري ده بيعتمد على القيم اطوال اللينكس اللي انا مدخلها، الالفا اللي هي الزاويه بين الزد والزد، والفاينل فاليو الروتيشن. يعني انا كده مثلا مدخل له ان السيتا بتاعت اول لينك ده تمام 180، السيتا بتاعت تاني لينك ب 90 الفاينل بتاعت، فده تراجكتوري. طبعا كل ما اغير هنا سي مثلا دي 140، ونيجي نقول له اعمل بقى ابديت تاني، هيديني رسمه خلاص تراجكتوري مختلف. لو غيرنا الاطوال دي تراجكتوري بتاعي هيبقى مختلف. لو خلينا دي مثلا بدل 180 خليناها 40 تمام، وعملنا ابديت، نرسم تاني التراجكتوري بتاعي، خلينا الانجل دي 40، طبعا الشكل هيبقى مختلف. خلاص الزاويه اللي هتحركها من البدايه للنهايه بتاعت اللينك الموف دي هتبقى 40 درجه، بس اللي بعده هتبقى 140. فاحنا ممكن نستفيد ان احنا بنشوف. طبعا هو اصلا في الحقيقه الروبوت بيبقى قابل، كل الروبوت الموجوده في السوق بتبقى قابله للبرمجه. يعني انا ممكن استخدمه باكتر من تراجكتوري،
باكتر يعني الانجلز دي، هو بيبقى مديني روبوت وبيديني زي كده بانل ممكن ادخل فيه الانجلز بتاعتي دي، وكل ما ادخل انجل بقيم معينه بيديني تراجكتوري مختلف، يديني باس مختلف. تمام، فاحنا ممكن نبرمجه او عن طريق الاردوينو، طبعا الكنترول بتاعه او البرمجه بتاعته على الاردوينو، انا بس بدخل ادخل الزوايا بتاعت كل لينك وبناء عليه باخد تراجكتوري مختلف. احنا كده بنعمل سيميوليشن للمفروض للي بيحصل في الحقيقه. تمام، فاحنا كل ما نغير، لو قلنا دي مثلا خلينا دي 50 بس، وعملنا هنا قلنا له اشتغل خلاص، فايدين تراجكتوري تاني مختلف على الانجلز. لو انا غيرت في الاطوال اللي عندي، خلينا دي بوينت 5 مثلا، فاديني كده الايه اول لينك ده طوله بقى كبير بالنسبه للينك اللي بعده، فده اللينك طول بتاع اول لينك، وده طول بتاع تاني لينك. خلينا دي مثلا بوينت 3، دي حاجه بنسميها الاوفست بتاع الجوينت. ساعات الجوينت نفسها بيبقى ليها لينس، قلنا دي مثلا بواي 5 من 100. تمام، ودي 2 من 100 أو نقول 9 من 100. فخلى الجوينت نفسها لها طول هنا وهنا، فده تراجكتوري بتاعنا. طبعا هتلاقيه بيديني هيد في زد. طبعا لو جينا كده على EEE وقلنا له أبديت، تمام، دي ترانسفورميشن ماتريكس اللي عندي، خلينا ده زيرو تاني، ده زيرو. تمام، وقلنا له هو تشتغل، فدي الرسمة اللي عندي. طيب احنا ممكن نروح على الجراف بقى ونرسم الديسبليسمنت او الفيلوسيتي بتاع اول لينك، تمام، والفيلوسيتي بتاع تاني لينك. يبقى انا بشوف التغير في السرعة بتاع اول لينك وتاني لينك، او التغير بتاع الديسبليسمنت. ممكن ندخل نتوقف بس على دي ودي كده، احنا رسمنا الفيلوستي كمان اللي هو واخده هاف ساين ويف. لو ضغطنا هنا تاك وتاك اديني الاكسلريشن. ده الجراف ممكن ناخده زي ما هو، وطبعا في فوق بيديني التعريف بتاع كل خط من دول. لو انا جيت كده عملت له اكسبورت داتا از سي اس في، هيطلع لي الداتا دي كلها، التغير بتاع الديسبلاسمنت فيلوستي اكسلريشن مع التايم، هيطلعها لي كاكسل شيت، وممكن ارسمه رسمه تانية زي ما انا عايز. طبعا الفورسز بس احنا عاملين دلوقتي الاناليسيس فري، ممكن لو دخلنا فورسز يعملها لي كامله. طبعا احنا هنا بنجيب الديسبلاسمنت والفيلوسيتي والاكسلريشن بتاع الجوينتس، لو انا عايزها باللينك ممكن اجيبها. طيب في حاجه اسمها اي كايناماتيك او كايناماتيك انفرس. كايناماتيك انفرس بقى، لو عايزين نعمل كايناماتيك انفرس دي بتبقى بالعكس. يعني انا دلوقتي طبعا هو الستاندرد عنده اللي هو 6 ديجري فريدم، بس انا لو عايز اجيب حاجه ثانيه 2 ديجري اهوت، لو الاثنين 2 ار خلاص، فيديني حاجه كده 2 ديجري، فانا ادخل له الايه الاكس والواي بتاعي اللي هنا 2 من 10 2 3 من 10 او 3 9 اللي هي الاكس والواي بتاعت الاند افكتور. التوست انجل 0 0 كده كده، اللينك طول بتاع اللينك قلنا 3 من 10 2 من 10 يا اما احنا كنا دي كنا جايبينها لما كان 2 من 10 2 من 10. نضغط هنا بس، المفروض بيديني ايه السوليوشن 1 والسوليوشن 2. طبعا الناس اللي اخذت لما كانوا بيدرسوا في سنه ثانيه الروبوتكس، كان في حاجه اسمها انفرس كايناماتكس، ساعات في ناس بتاخدها وناس ما بتلحقش تاخدها، انها بديله البوزيشن النهائي بتاع الاند افكتور، وممكن اوصل للبوزيشن ده باكتر من طريق. يعني انا احنا دلوقتي اللينك الاول ده بيتغير بسيتا 1، فسيتا 1 دي ممكن يبقى لها اكتر من قيمه، واللينك الثاني بيتغير بسيتا 2 ممكن يبقى لها اكتر من قيمه. عشان اوصل للبوينت اللي انا حددتها له دي، ان قيمه الاكس بتاعتي ب 22 من 100 والواي ب 39 من 100، ممكن ده يكون عن طريق اكتر من قيمه لسيتا 1 واكتر من قيمه لسيتا 2، وانا باخد اقل قيمه لسيتا 1 وسيتا 2 عشان اوصل للبوزيشن. ففي بعض الحالات، يعني هنا في المره دي او الحل ده اداني سوليوشن واحد واثنين. ايه سوليوشن واحد ده؟ بيقول لي ان انا ممكن ان اوصل لقيمه اكس 22 من 100 وواي 39 من 100 عن طريق سوليوشن الاولاني، ان انا احرك اول لينك سيتا 1 بتساوي 39 درجه، سيتا 2 54. نفس الاند افكتور ده ممكن اوصل له بحل ثاني، ان سيتا 1 تبقى ب 81 درجه
سيتا 2 سالب 54، يعني هتحرك بالعكس او مع عقارب الساعه، لان هو بيقيس سيتا الموجب في الاتجاه ده، يبقى سيتا سالب بتاعتي مع عقارب الساعه، فخلاص ده الايه ال 2 ديجري. طيب لو انا عايز، تعالى بقى نشوف روبوت تاني 6 ديجري فريدم مثلا، تمام 6 ديجري، انا خلاص اخترت 6 ديجري. لو انا ادخل بقى سيلكتد روبوت في ال 6 ديجري، في حاجات ستاندر مشهوره، يعني كوكا ده مثلا التيم بتاعي عايز يعمل مسابقه فيه، فممكن نختاره في بوما والحاجات المشهوره دي. هنقول لكم دلوقتي لو انا عندي روبوت اصلا مش موجود، مش بلت ان في البرنامج، عايز ادخله بالاول، هنعمل ايه؟ هناخد ده كوكا ده مثلا واقول له اوكي، خلاص هيبتدي هو يعمل لي الدي اتش تيبل بتاع 6 ديجري فريدم، بدل ما كان صفين 6 صفوف، وده كده الكوكا، يعني ده روبوت ستاندر موجود وليه دايمنشن ثابته الناس كلها عارفاه، فتمام. ده الدي اتش تيبل، لو ده الدي اتش تيبل بتاعك مفيش مشكله، الدي اتش تيبل بتاعك هيبقى مختلف، عايز تغير في اللينس، عايز تغير في الاوفسيت بتاعنا، ممكن نغيره، يعني ممكن ندخل على اي حاجه من الحاجات دي ونغيرها. بعدين هنقول له لو دوسنا هنا خلاص، او نيجي نعمل ابديت للاي اي اللي هو التوتال ترانسفورميشن ماتريكس بتاع اللينك، نيجي هنا عاملين تعالى دوسنا خلاص، فيبقى ده التراجكتوري بتاع الروبوت، تمام. ممكن نرجع نغير في الزوايا، خلي دي مثلا 180 يدور نص درجه مثلا، نخلي دي سي مثلا زيرو، وده مثلا ايه زيرو، نقول له تعالى كده نشوف في التراجكتوري بتاعي اتغير ازاي. فاحنا بنعمل بين حاجه بتحاكي الحقيقه، نشوف شكل، وممكن كمان مش بتحاكي الحقيقه وخلاص، انا ممكن اشوف تاثير التغيير في الزوايا ده على التراجكتوري بتاعي، وكمان على الترانسفورميشن ماتريكس بتاعتي، الاكس والواي والزد اللي هاخدهم في كل حاله عامله ازاي، هبنقل الاوبجكت من النقطه دي للنقطه دي، فانا بنقلها كده بتزيد في اكس وواي وزد، تمام. فانا مثلا انا في مصنع، وانا قلت لك الروبوت بيبقى جاي من مصنع يعني انا ممكن اعمل اعاده برمجه على الاردوينو وادي له اكتر من قيمه للسيتا، فانا ممكن ادخل الزوايا بتاعتي اخله دي اتش تيبل، اغير في الزوايا دي وابقى متخيل او عندي الاي اي بتاعتي او الاند افكتور ترانسفورميشن ماتريكس بتاعت الاند افكتور في اخر كولوم ده، يبقى عندي القيمه. لو احنا عملنا ده كده شويه، يبقى عندي الاكس والواي والزد بتاعتي في كل حاله، اقدر اعرف انا هتزيد في اتجاه اكس وفي اتجاه واي وفي اتجاه زد قد ايه، وبالتالي اقدر اختار الزوايا المناسبه اللي هي تناسبني الشغل بتاعي. دي حاجه ممكن ارجع بقى ايه ارسم برضو الديسبلسمنت والبلوستي والديسبلسمنت بتاعت اكتر من لينك، ده سيتا 1 سيتا 2 وهكذا، ممكن ارسم الفيلوستي بتاع اول لينك ثاني لينك، او تاني اول جوينت وتاني جوينت، الاكسلريشن بتاع اول جوينت وتاني جوينت وهكذا. ممكن نرجع نعمل الانفرس كاينماتيك بتاعنا، طبعا ده بس هياخد وقت عشان ما اطولش عليكم، زي ما عملنا في اللي قبل كده، هندخل ندخل الاكس والواي والزد، هندخل الاورينتيشن الاخير اللي انا عايزه، تمام. يعني انا ممكن اخد الترانسفورميشن ماتريكس النهائيه اللي هنا دي وادخلها هنا، وندخل القيم بتاعت، يعني هنمسك الدي اتش تيبل كله ندخله هنا، والاند افكتور نهائي. طبعا انا ممكن اترايل كده هل هيطلع ارقام ولا لا، لو ما طلعش لازم ناخد الارقام دي وندخلها. طبعا ممكن نقعد ندخل نغير في قيمه الاكس والواي والزد ونشوف الحلول اللي انا ممكن احصل عليها، يعني هنا مثلا سوليوشن 1 و2 و3 و4 حد 8 حلول، في بعض الحالات بيديني اكتر من 20 حل، كلهم كل الحلول دي، ده بقى الكيناماتيك انفرس، كل الحلول دي بتوصلني لنفس البوزيشن بتاع الاند افكتور، سواء الكارتيزيان اللي هو اكس واي زد او الروتيشنال بتاع طبعا اول كولوم ده روتيشن حوالين اكس، روتيشن حوالين واي، روتيشن حوالين زد. اتمنى يكون الشغل بتاع الروبوت، احنا كده جربنا ده طبعا كوكا اللي هو بيلت ان. طبعا بسرعه كده هنقول لو انا عايز ادخل روبوت تاني، هنقول له الروبوت ده خلاص روبوت تاني مش ستاندر، روبوت اي روبوت عندي خلاص، فانا اخترت 6 ار يعني 6 ريفيوت. طبعا انا ممكن اختار كومباينيشن ما بين الريفيوت وبريزماتيك، فده شكل الروبوت. طبعا انا ممكن
اقعد اغير في الارقام دي عندي، اقعد بقى ادخل الارقام اللي انا عايزها، اغير في الطول بتاع اول لينك والتاني لينك. يعني انا مثلا هنا لو جيت ده معناه ايه؟ معناه الجوينت اوفست اللي هو طول الجوينت نفسها. يعني ايه؟ لو احنا مسكنا اول لينك الموف، فالال ده الايه اللي هو طول اللينك اللي هو المسافه من هنا لهنا، وال5% دي اللي هو طول الجوينت نفسها اللي بيحصل لها دوران، تمام؟ وال90 دي الانجل ما بين اول جوينت وتاني جوينت. طبعا نرجع نراجع كده الدي اتش تيبل بتاع سنه تانيه، ازاي كنا بنجيب الاي بي، بنجيب الالفا وبنجيب البي، ساعات كنا مسميها الدي، وطبعا ده كده كده كل كنا مخليه كله صفار، تمام؟ لو مسكنا اللينك اللي بعده 6/10 ده اللي هو الطول ده، وال 135% اللي هو الطول بتاع الجوينت دي، تمام؟ فدي عايزين نغيرها مثلا نخليها 6 او 9% مثلا، مفيش مشكله، دي نخليها 0 مثلا. يعني ده شكل مثلا روبوت. احنا بقى نقعد بقى ندخل دي اتش تيبل بتاعنا في الاخر، نقول له كايناماتيك فورورد، نعمل ران. ممكن نخلي الستين دي 180 مثلا، ونقول له كايناماتيك يتحرك ده تراجكتوري بتاعنا، تمام؟ نخلي دي 0 0 0. طبعا ده الـ end effector في الآخر، ونعمل له run. طبعا لما يبقى الأطوال بتاع آخر 3 لينكات كده بصفار، ده معناه إن الـ end effector، بس الـ end effector بتاعنا بيتحرك 3 حركات، تمام؟ ساعات بيبقى rotation حوالين x y z، ودي الـ EEE بتاعتي لو عملت update كده جبت transformation matrix. طبعا نفس الكلام بالنسبة للـ influence kinematic أو graphs بتاع روتيشن حوالين اكس واي زد. اتمنى يكون الجزء ده واضح ونتدرب عليه كويس ويفيدنا ان شاء الله. بالتوفيق.